الله لا يقول لك إن كنت في هم وغم فقل يا مرغني أنجيك من كل شدتي. يبقى كيف المعيشة ما تبقى ضيقة يا جماعة؟ والله ده السبب، ما بزول يغشك أبدا. السبب ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا لما أشركوا، وده السبب. وحنمشي في سوء، نحن ما بنتمنى السوء، لكن القرآن قال كده، حنمشي في سوء وحنمشي في ضنك بتاع معيشة. العيش الليلة بجنيه، بكرة باثنين جنيه، بعد بكرة بخمسمية جنيه، بعد بكرة بمليون، بعديهم ما في، تشيل مليونك تشتري عيشة ما في. السبب لما ظلموا لما أشركوا. يا أخي إذا كان الناس لليلة بيعتقدوا في ناس مجارمة، ناس طواغيت. ولد صغير قال ظهر في منطقة بيعالج الناس، قال بجرسلين. يا ناس بجرسلين بيعالج؟ جرسلين العنب سكري ماشي يشرب، بعدين بيسقيهم بجك. شو الواد ذاته مجرم كيف؟ بجك جك بتاع جرسلين. العنب تي بي ماشي يشرب جك جرسلين، العنب بواسير جك جرسلين. يا ناس الكلام ده كلام خلينه حرام، الكلام ده بالعقل بالعقل لا يمكن يصدقوا العقل يا اخي. لا في فازلين لا في جرسلين بيعالج. والقبلي والمجرم بتاع الكريم داك قال الرسول جاني في النوم اداني بوسمار وجاب الكوانين وزريبة بتاعت فحم وولع النيران وبقى يتشتش السودانيين. كل واحد يتشو في اضانه في راسه في وين ما عرفوا، واحدين ماتوا عندهم سكري، واحدين وين واحدين وين. في الناشا الكانون وبوسمار وشرد، برضو الناس ما دايرة تتعز. هالسعدي هالسعدي مش كان في دجال بيجي شغال؟ البيجي ده عامل لنا لخمة معه المرة المشغلة في الميكروفون كل يوم دي، مرة سورية ولا إيطالية ما أعرف. هنا بيجي ده ما فاكين، أنت قايل شنو؟ فاكين فاكين يغش النساوين يا أخي. المرة ما بتلد تمشي للشيخ، الداير له جنة يمشي للشيخ، الما عنده رزق ورزقه ضيق وما شغال يمشي للشيخ. والشيخ أكثر واحد عاطل وما شغال، يشغلك كيف يا ناس؟ الرزق فوق في السماء، ما في الواطزات الرزق. ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. النبي عليه الصلاة والسلام يطمنا عشان يوريك انه الرزق ده ما محتاج له لحجاب ولا تشرك او تكفر بالله عشان الرزق، ولا تكون ذو شفقان وهلوع من اجل الرزق. قال النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع الحديث كويس، حديث بيطمنك تب خليك ترقد قفا، رزقك جايك جايك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق في أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وقال عليه الصلاة والسلام لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت. رزقك ده لو قلت ما دايره وجريت منه هربت منه ما دايره، قال لأدركه رزقه كما يدركه الموت. مش الموت، ربنا قال أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. مهما فريت من الموت قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. مهما فريت وجريت وهربت من الموت بلاقيك بلاقيك. كذلك الرزق، زي واحد إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه الأجل. هو زيه بيسكك الرزق زي ما الموت بيسكك، لكن الرزق بيسكك أكثر من الموت، أكثر من الأجل والموت ذاته. يبقى دي آية، الإنسان يتعظ ما عشان رزق يمشي له يا شيخ. ولا ما دي ظهرت موضة جديدة، طبعا الشيوخ بتاعنا الصوفية زمان إلا تمشي له تركب من هنا 16 ساعة، تمشي له تلقى قاعد له في كرنك ومولع بخور معه 16 مرة. لا، الشغلة الآن بدأت تتقنن، والجماعة دخلوا في التكنولوجيا، بيسبحهم دخلوا جوا التكنولوجيا. كيف؟ بيجوا يضربوا تلفونات هم ذاتهم. الواحد بيكون عنده البرنامج اللي اسمه ترو كلر ولا اسمه شنو ده، بيكشف الأسماء تقريبا،
يكشف الاسم، لو لقاها مرة يا بخته، ما مجرم بتتغشى له سريع. يتصلوا تلفونات، يقول لا والله أنا شيخ كبير، أها، وأنا شفت في رقدت في الخيرة وشفت إنه عندك مصيبة كبيرة وعارض كبير، فحول لي 3 مليون على الرقم ده عشان نفك لك العارض. وهو أكبر عارض، أكبر عارض ده ذاته، تحول له 3، يقول له والله الخدام قالوا دارين تاني 2 5. بعد يغيب أسبوع، طبعا لأنه هو حريف جدا ما طوالي، يغيب أسبوع يقول له فضل آخر 5 والعارض فضل له آخر عقدة تتفكى 10. شفت كيف شغالين؟ قاعد يحصل ولا ما قاعد يحصل؟ كثير. يوم مشينا محكمة عندنا موضوع بتاع واحد، لقينا واحد قابضينه فكيه، فكيه كبير زي البجايدة، قابضينه جوا، جزاهم الله خير والله، محشور جوا. جابوا له القاضي، القاضي حكم عليه أظنه ب10 سنة ولا كم، في شنو؟ قالوا ضارب من مرة 1 مليار تقريبا. اتصل بها تلفون، حولي حولي، وانت عامل لك عارض، حولي حولي حولي، لحد ما تمت 1 مليار تقريبا. مرة عندها قروش مجارمة، بيقوا شغالين بالتكنولوجيا، شرك ينشروا بالشرك. تقول لي شرك ما في، كيف شرك راقد بالكم؟ ما في ناس بيحلفوا بغير الله؟ ناس وحات سيدي، وحات ابو الشيخ، وحات فلان، وحات فلان، ده ما الشرك ذاته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. الناس اللي بيقولوا ما في شرك وكرهتونا بالكلام في الشرك شرك شرك، نسألك سؤال، في ناس بيحلفوا بغير الله ولا ما في؟ في الشرك، في في ناس بيمشوا القبب دي، القبب دي بيشيلوا التراب وبيعتقدوا انه بينفع وبيضر ولا ما في؟ في الشرك، في في قبب اي الشرك في، لانه اصلا الشرك ما وقع في الارض، في الارض دي الا بسبب تعظيم قبور الصالحين، وده كانوا صالحين صحيح، لأن ربنا قال: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. ابن عباس قال دي 5 أسماء، 5 رجال صالحين، يبقى ده صالحين عبدوهم من دون الله. قال السلف: فلما هلك أولئك، الجيل بتاعه، ونسي العلم، يعني بقى ما في تحذير من الشرك، وقيل نسي العلم يعني مات العلماء الذين يحذرون من الشرك، فلما هلك أولئك ونسي العلم عبدوا من دون الله. عشان كده لو بقى ما في تحذير من الشرك بيعبدوا من دون الله. الشاهد إنه أول شرك حصل بسبب عبادة قبور هؤلاء الخمسة وهم صالحين، وديك صالحين. الليلة ناس مجارمة ساكت، بل بعضهم كفار طواغيت كفرة، زي قبة الفقيه الصيني في مدني تحت كوبري حنتوب، زول كافر يانغ شين شونغ ده. الآن الجماعة أهل الطريقة بيسوقوا للنسوان، قالوا بدي الجنة، كافر كافر، قالوا بدي الجنة. هو لو حي ومسلم وصالح، بل رسول، ما بدي الجنة، رسول. خلي زول يا اخي ميت. زكريا عليه السلام دعا الله داير له جنة عليه الصلاة والسلام، لأنه الجنة ربنا مع الأحد حتى لو كان نبي أو رسول. تقول لي شيخ طريقة ولا صالح؟ ده إذا بقى صالح ذاته. ربنا قال: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما.